مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى ووضع وجهه نيجرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. أن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه كان في يديه من أجا وسقى كان تسعدهم بذمة المصطفى سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه. أسماء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين. محمد أحمد حميد حميد محمود قاسم عقب عقب فاتح شاهد حشير حشير ناصر أمير طيب طيب حبيب متين عادل كامل ظاهر باطن أخير أمير مأموم معلوم مصطفى مصطفى مرتضى سيد سيد نبي حفي يتيم شهيد رؤوف رحيم عزيز أول أول محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين.
محمد سيد الكونين، تهامي حجازي هاشمي أبطحي طرادي قراشي، مبشر مضرمي مصباح سراج منير شفيع مطيع كريم حكيم شهير مؤمن مدعو جواد محرم مكرم بشير مصدق مطهر قليل مذكر قريب قريب نذير مدثر شكور مشهود منصور رسول نبي أمي محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين، كليم الله حبيب الله صفي الله نجي الله حريص عليكم عليكم طه ياسين طاسين حميم عبد الله مكي مدني عربي أولى مدثر مزمل حبيب حق أمين حسيب مبين هاد هاد داع شاف باه باه لاه منج نبي الرحمة خاتم الرسل خاتم الأنبياء محمد محمد سيد الكونين. ما شاء الله یہ تھے تین طلباء جو بہت ہی پیاری آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان عربی میں نعت پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے. میرے اور آپ کے امام اپنے مشہور زمانہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلائے پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی، ایک ذرا بیت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، ایک ذرا بیت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، بیت اللہ کی ہے بیت عثمان غنی. اب انہی الفاظ کے ساتھ میں عربی بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں شعبہ درس نظامی کے درجہ ثالثہ سے محترم جناب محمد احسن رضا کہ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان عربی میں بیان کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. ان کی آمد سے پہلے ثواب کی نیت سے نعرے کا بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی.